كل من له صلة بالنشاط الرياضي الآن هو موجود في هنا في هذا النشاط الكبير. احنا بحقيقة برضو واحد من الحاجات احنا نحرك بها شعبنا، ويري انه يعني ويرى انه يعني ابنائهم الآن يحرزون الكؤوس والنجاحات وكذا، وهكذا نجاح بعد نجاح. بعض الجامعات حصلت على اكثر من 4 كؤوس، وبعضها لم تنل الا كاس واحده، وابتكرت برضو من الحاجات تشجع الناس بانه يعملوا المزيد من اصلاح الميادين والمحافل وكذا، عشان تمكن طلابنا انه يمارسوا هذه الانشطه في جامعاتهم ويمكنوا انفسهم من الفوز في المستويات الجايه ان شاء الله باذن تعالى. الذي لم يعني يحرز هذا الفوز الان لربما هو عنده فرصه جوهريه انه يستفيد من هذه الاخطاء التي ارتكبها فريقهم، والعام الجاي ان شاء الله مقبلين على كل هذه النجاحات باذن تعالى. في مجال الشراكات مع الجهات والدعم للعمل ايوه، هنالك اكثر من جهه تشجع هذه الفرق الرياضيه، وافتكر انا الان انا البس سوداني هذا الوشاح الكبير، وكثير من الواجهات افتكر ان تقدم هذا الدعم لابناء الطلاب عشان يشجعون لممارسه هذه الانشطه الرياضيه بروح عاليه وبروح يعني فيها كثير من التحدي. انا اعتقد اننا يعني بهذه الكيفيه نشجع شعبنا انه يقف ويتحرك خلف هذه الجامعات وخلف ابناء الطلاب عشان يعني يعززوا من الوحدة ويعززوا من الانتماء ويعززوا من التلاحم ويعززوا من هذه هذه الوحدات. انا اعتقد انه بهذه الكيفية احنا نستطيع ان نقضي على العنف الطلابي وما اشبه ذلك، يعني الذين يعني يفرقهم العمل السياسي والانتماء السياسي لربما تجمعهم هذه الانشطة الرياضية. عشان كده احنا واحد من الحاجات اللي احنا نهدف من ورائها أن نقيم هذه المحافل وهذه الأنشطة عشان نمكن طلابنا أن يعرفوا أن هم جزء من وطن كبير. يعني شاكر لكم، وأنا سعيد أنكم تغطوا هذه الأنشطة كلها عشان يرى شعبنا من خلال هذه الأنشطة يعني ماذا يدور في وسط هذه الجامعات ومن بين أبنائهم الطلاب والطالبات. نعم، شكرا لكم.